متابعينا مشاهدينا متواصلين وياكم في تغطيتنا لدور 16 من بطولة صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن سعد بن عبد العزيز آل سعود المدي 12. معي في هذه اللحظات مدرب فرقة شباب الربيع السابق والاسم السابق الحالي أساس الربيع. نعم في البداية رحب بك أستاذ حوثان عبر قناة خالد بازيدان الإلكترونية على اليوتيوب. الله يحييك حبيبي وإن شاء الله بإذن الله نبيض الوجه اليوم. في الآونة الأخيرة كانت التساؤلات حول مسمى الفريق، في الماضي كان اسم الفريق شباب الربيع، في هذه الفترة الحالية أساس الربيع، لماذا تغير الاسم؟ والله هو ما تغير بمعنى الكلمة اللي هي تغير، بس صار زي ما تقول في تعليق للاسم شباب الربيع، باسم شباب بالذات يعني مو الربيع بالذات، فاحنا اخترنا أساس والحمد لله، يعني كلها تمثل الربيع أصلا. ايضا حدثنا عن استعداداتكم لهذا اللقاء الكبير الذي سينطلق بعد لحظات من امام فريق الندوة العالمية. والله ما في شك اكيد اننا مستعدين من بداية ما خلصنا التمهيدي، واحنا مستعدين صراحة للمباراة هذه، وشفنا فريق الندوة صراحة فريق كبير واستعدينا صراحة له كويس. نشكر مدرب فريق شباب الربيع وأساس الربيع بنفس المسمى نعم على هذا اللقاء، ونتمنى لك التوفيق ولكل الفرق المشاركة. الله يعطيك العافية، وأتمنى صراحة نكون فريق من الفرق اللي بتنجح البطولة هذه، وأشكر قناة خالد بازيدان على ذلك. شكرا لك.